دكتور، النصر هو الرابح الأكبر. يعني أنا آسف إن اخترته بس لون صح عليك. لا لا بدك نروح عند لا لا مو مشكلة. لا لا بالعكس، يعني إحنا فترة من الأوقات قلنا النصر انتهى، يعني صحيح. راح بعيد عنها، لكن الآن بعد فوزية متتالية يعني نقدر نقول إحنا من ضمن المجموعة اللي منافسة على الدوري في الوقت الحاضر، ويستحق، لأنه حقيقة دا يلعب مباريات جميلة جدا ودا يؤدي على مستوى عالي جدا حقيقة. طيب عمار، الخاسر الأكبر لفييرا. نقطيا طبعا الخاسر الأكبر هو الفجيرة. أول شيء يعني تلعب مع حتى، خسرت مع حتى، أنت لو تعادلت مع حتى أو فزت على حتى كنت أوريدي فريق، كان فريق هبط. هلأ صار عنده بينه وبين عجمان وحتى يعني ثلاث فرق، فالفجيرة نقطيا هو الخاسر الأكبر. الخاسر الأكبر. دكتور، شباب الأهلي خاسر بالتعادل طبعا، لأنه كان يتقرب. يعني لو ما أخذ نقطة إضافية كان ترتيبه الآن يعني قريب يصير عن الأول يعني، وبالتالي الآن أتصور أنه من الصعوبة جدا أنه يرجع، لأنه فقد نقطتين إضافية، والآن يبعد عن الجزيرة بحوالي 7-8 نقاط. سبع نقاط. وهي صعبة بالنسبة، لأنه الجزيرة مو أي فريق، وقدامه أيضا موجود النصر، موجود الشارجة قدامه، صعبة يعني تكون عالية. الشارجة وضع تاني هلا، ما يخالف يعني السبب المنافسة مصطفى، يعني من 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 18 نقطة تاخذ تنتين باخر 6 مباريات. والله إيه صح، اي اكيد هذه بتأثر. نفس الشيء كنا عم نحكي على النصر قبل، بس في فكرة كثير مهمة بالنسبة لشباب الأهلي مصطفى، انه انت لعبت على مع الجزيرة لأول مرة، علي خصيف وعبد الله رمضان وخلفان، يعني مشان هيك فيك تقول هو فعلا خاسر، وانت فايز للدقيقة 89 كان ممكن تدخل بالدوري، خصوصا انه شباب الأهلي نهائي الكاس ونهائي كاس الخليج، فكانت عندهم دفع اكبر. 7 نقاط صعبه، وما ننسى بنفس الوقت اللي هي الاهم، الجزيره الفرق الاربعه تحته اللي هي بنياس، الشباب الاهلي والشارقة او النصر، لعب معهم الاربعه مصطفى، يعني هو ما بقى يلعب ولا احد من هدول، فهدول هن بده يضربوا بعضهم. المستفيد الاكبر اخترنا بنياس، وصافت الدوري، هو فاز الجزيره تعادل، شباب الاهلي تعادل، الشارقه خسر، بنياس مركز الوصافه وعم يقدم كره قدم جميله. اخترنا كابتن رجل المرحله دودو خرفكان، من دودو من فريق خرفكان، لان هو اللي بدا المباراه، يعني بدا بهدف يعني، ومن اجمل الاهداف حقيقه انا اعتبره، لانه فرديه اكثر، يعني شوف هاي الشوت من وراء الجزاء يعني، وزاوية ميتة تماما تحركة، ضربت بالمدافع ودخلت، لكن هو كان اعتبره اللاعب المهم. وشوف الهدف الثاني أيضا بنفس الوقت، الهدف الأول نفسه هدف. نعم. والهدف الثاني أيضا هدف جميل جدا هو سجله، هذا بقينا هذا الهدف الآخر، أمن هدف ثاني الحارس مرتين، إيه لكن صعبة جدا، مو هي المشكلة بنفس الزاوية القريبة. طيب بدنا نحكي شغله مصطفى منيحه كمان على الوحده، انه اسماعيل مطر يحيى بهذه المرحله، انه سجل هدف وعمل 2 اسيست كمان مع جاستون راميريز لاعب بنياس، سجل هدف، يعني كانوا هالثلاثه هم المميزين. طيب الحسني ولا الضنحاني؟ لا الحسني عادل كان في قمه مستواه، بس وقت صد الكره الزنحاني كانت نتيجه التعادل. المشكله انه الحسني خسروا المباراه، يعني ما فازوا فيها، لو فازوا فيها اكيد، بس عمل مباراه كبيره عادل الحسني، يعني من اهم المباريات اللي عمل. خليني معك، مدرب المرحله اخترناه دياز. دياز مصطفى، نحن حكينا انت قلت كان اول ما حكوا اول مباراه لعبوا مع دياز خسر الفريق لانه غير الهيئة، قلت لك بعد خلينا نحكم بعد بالضبط شهر لنشوفه، وهو فعلا حافظ على نفس التشكيله ونفس اللعيبة اللي كانت موجودة، فقط هو غير في خط الوسط في طريقة اللعب، بس حط طارق أحمد وقدامه توزي ومهدي عبيد، وترك حرية لضياس السبع ولمنديز يلعبوا بحرية. أنا برأيي وعملت معه الفرق، ورجعت شوي ثقة لتيجالي. دياز هو مدرب المرحلة. دكتور، الشيء طبيعي كونك في فريق الشارع أو بتشتغل في نادي الشارع، أنا بسألك شو صاير بالشارع؟ مرجع عليه يعني على الأقل. لا احنا ما نقدر نقول حقيقة، المشكلة الكبيرة يعني هو أداء اللاعبين، يعني أنا أظل أقول أنه الأجانب مدى يدون واجبهم بالصورة الصحيحة، إضافة لهذا أنه هناك إصابات كثيرة، ولو فرق كلها هي عندها إصابات وكورونا، المدرب أيضا مباراتين كان تقريبا كورونا وكانت أمور تعبانة. أنا أتصور
حالة هاي حالة تصير وتصير بأي فريق بأي مكان بأي وقت يعني. باهي ليفربول ما بالضبط يعني تصير يعني، لكن إحنا نتأمل إنه يرجعون الأداءهم الجيد. الفكرة إنه يعني الفريق هبط بنص يعني مش بأول الموسم ولا. لا 17 الدور هو. إيه أدري. مصدر يعني. في شغلة كثير مهمة هي الكورونا. ست مباريات خسران أربعة ومتعادل تنتين. بس هي شيء كثير مهم إنه إحنا في فرق كثير ما استعدت بالشكل الصحيح. إذا بتقارن حتى الدوري السعودي جميع الفرق اللي لعبت في بطولة آسيا مرت بمرحلة انهارت فيها القصص بيناتهم وبيناتهم الشارع الأهلي الأهلي الهلال النصر كل حتى شباب الأهلي أول ما بلش الموسم، بس اختلفت إيمت وقعوا بهالطابور لأنه فعلا ما استعدت الفرق. يعني الدكتور مثل ما قال الشارع هلأ من شهرين وصلت الإصابات وصلت هالأمور توقفت عند الأمور. خلينا معك